ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيراً كبيراً في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وأراء هامة. أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي، ونحن سعداء أنه اليوم يكون عندنا حلقة خاصة بنعمة رب يسوع المسيح حول موضوع مهم جدا جدا، وهو العبودية. نحن بنتكلم فيها في هذا الخصوص من جهة العبودية، إن كان على الأرض استعباد الإنسان للإنسان، وأيضا استعباد الشيطان للإنسان. فالعبودية لها شقين، رح نتكلم على محورين من هذا بهذا الشأن. لكن بذات الوقت أنا سعيد جدا أنه نتكلم مع ضيفين عزيزين جدا، نشكر رب من أجلهم. الضيف الأول السناتور بول جرين، هو طبعا بمجلس الشيوخ بولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا. السناتور بول جرين هو طبعا من الحزب المسيحي الديمقراطي CDP Christian Democratic Party، وطبعا قبل أنه يكون معنا لأنه السناتور بول نزل قانون على الأحزاب وعلى البرلمان، على مجلس الشيوخ وعلى مجلس العموم. وهذا القانون قانون بسميه بالإنجليزي Modern Day Slavery، يعني العبودية في الأيام في العصر الحالي أو الأيام الحالية. هذه الأمور طبعا أخذت وقت وأخذت جهد كبير، وبول هو شخص أيضا محبوب لنا وصديقنا، وحبيت أنا أنه نستفيد نحن من جهة اللي نتكلم عربي، نستفيد من المجهود العظيم اللي عمله، إن كان من الباب من الوجه الزمني الأرضي، وإن كان من الوجه الروحي، لأن في عبودية شيطانية تستعبد الإنسان. فأنا بشكر الرب من أجل أنه سناتور بول وافق أن يكون معنا بالبرنامج، وبحب أن أرحب فيه أنا وحضراتكم. طبعا سناتور بول رح أتكلم معه أنا بالعربي لأنه بيحكي إنجليزي. معنا خادم الرب المبارك الأخ منير سعد، رح يترجم له، عم يترجم له من الكنترول روم. سناتور بول عم يسمع بأذنه الترجمة، بيحكيني بالإنجليزي، بتكلم مع حضراتكم أنا بالنيابة عنه بالعربي، يعني أنا بترجم له بالعربي. فهيك بكون تقريبا تواصلنا. فأنا سعيد أني رحب بالسناتور بول، ومعنا أيضا خادم رب الفاضل الدكتور ميشيل عوض، خادم رب المبارك طبعا موجود في أستراليا وخدم بمصر وخدم في بلاد العالم، فنشكر رب من أجله. أولا رحب بالسناتور بول. You are most welcome and thank you so much for being with us. Well, thank you for having me, Pastor John. It's great to be on your show again, and of course to speak to the many people across the globe. Most appreciate it. Thank you so much. طبعا أنا رحبت فيه، والسناتور بول هو سعيد أن يكون معنا بالبرنامج، لأنه السناتور بول استضفته أنا ببرنامج آخر، وهو برنامج بعنوان أحداث جارية، بيطلع كان بأستراليا ونيوزيلندا لما بيكون في ضرورة من جهة الأمور الفيدرالية أو أمور الولايات بأستراليا. فهيك بنتكلم نحن مع السياسيين المسيحيين. السناتور بول طبعا للتذكير هو سيناتور، بس كان اصلا قبل ما يكون، يعني هو سوري يعني شيخ بمجلس الشيوخ، بس هو ايضا كان قبلا يخدم الرب كأسيس مع الشبيبه، فيعني عنده طعم الكتابي، طعم الكتاب المقدس. سو انا سعيد جدا انه يكون عنده الطعم السياسي والطعمه الروحيه ايضا. اهلا وسهلا، انا بحب رحب ايضا بخادم رب المبارك الاخ الدكتور ميشيل. ربي يباركك دكتور، ونشكر رب من اجلك، ورب يديك الصحه، يعني لا تزال تخدم بقوه ونشاط في كنائس متنوعه ودعوات يعني متنوعه، فالرب يديك الصحه من كل قلبي، بصلي لك يعني. شكرا جزيلا دكتور جون، دكتور القس جون، لأجل هذه الدعوة المباركة التي تنم على المحبة، والتي تطرق فيها مواضيع مهمة جدا في حياتنا، سواء العملية أو الحياة الروحية. وأنا سعيد أن أنا أكون لأول مرة مع سيناتور بول، وده شيء يشرفنا كتير أن نلتقي معا في موضوعات مهتمة في عمل الرب وفي خدمة القدير. أمين أمين، أشكرك جدا. طبعا أحبائي رح بسأل أنا السناتور بالبداية أنه يعرف قليلا عن نفسه، ويخبرنا لماذا يعني قام بهذا العمل، يعني هذا القانون اللي نزل أخذ وقت وجهد، وكان فيه طبعا مشاورات مع الأحزاب السياسية المتنوعة حتى يحاولوا أنه يعدلوا بعض المواد في هذا القانون. سناتور بول، يعني أنا سعيد جدا أنك تكون معنا، يا ريت تعرفنا قليلا عن من هو
سيناتور بول، وبذات الوقت لماذا قررت أنك تدخل في يعني موضوع مهم جدا وياخد منك وقت كبير حتى تعمل قانون العبودية في العصر الحالي في العصر الحديث؟ ورح نسمع طبعا بعدين بعض الأمور كيف رح تتنفذ هيدي القوانين. تفضل حضرتك. Oh, thank you, Pastor John. I guess my wife and I, we have 6 children. We have 4 brilliant sons and 2 beautiful daughters. And of course, some time ago, I was watching a bit of TV, and it was dealing with the human trafficking issues. And this particular situation was a young girl that went across after doing a bit of university, went across to, I think, Paris, and was stolen away into human trafficking, drugged, and then ripped away from her family and from her life. And so for me, it was like, as a father, a great concern that such a stuff could happen. And of course, it made me aware that maybe I need to look at this issue a bit more closely in terms of Australia and what's happening here in New South Wales. Amen. طبعا السيناتور بول عم بيتكلم من جهة انه هو عنده 6 متزوج، عنده 6 اولاد، وهذا شيء حلو كتير انه السياسيين يكونوا عندهم اولاد حتى يحسوا مع الناس والعائلات. وهيدي كلمتي انا الزيادة، هو ما قالهاش بس انا عم اقولها، هيدي النقطة الاخيرة. وبذات الوقت كان طبعا من حين لاخر طبعا عم يتفرج على التلفزيون، فيما هو يشاهد التلفزيون رأى فتاة كانت يعني وصلت على فرنسا الظاهر بزيارة، فخطفت وعطوها الدراج غصب عنها، وبعدين صاروا يستخدموها في الأمور الجنسية يعني كتجارة، تجارة رقيق يعني بطريقة غير مباشرة. فهذا الأمر حرك في نفسه جدا الأمر، وفيما بعد طبعا لما صار في المجلس النيابي حب أنه يدخل هذه القوانين حتى تحمي حقوق الإنسان ولا يسقط في العبودية. Thank you so much, Paul. حضرة الأسيس دكتور ميشيل، بالنسبة للموضوع العبودية أنا قلت أنه في شقين، في الشق الحالي اللي نحن عم نشوفه استعباد الإنسان للإنسان من فجر السقوط، وبعدين منشوف نحن أنه في الشق الروحي. فياريت إذا بتحب تبتدي هيك تعطينا لمحات بسيطة وبعدين ندخل في تفاصيل أكتر. وأنا أحب بس أعرف للمشاهد الكريم نعم. ما معنى كلمة العبودية؟ نعم. فأحيانا نحن ما بناخدش بالنا منها وبنعديها على أنها كلمة بسيطة. نعم. لكن العبودية كلمة واسعة التفسير. نعم. وهي بحسب المراجع التي تفسر كلمة العبودية هي عبارة عن أن شخص واحد يمتلك أو يسيطر على شخص آخر. نعم. وممكن مش على شخص آخر فقط، لكن ممكن يسيطر على أشخاص كثيرين ويحرم الشخص اللي استعبده من الحرية الفردية. نعم. الحرية الشخصية بتاعته. والقصد من العبودية هي الاستغلال. فهو بيستغل هذا الشخص من خلال انه يستعمله او استعماله في عمله او التربح من وراءه. نعم. او في نهاية المطاف ربما يتخلص منه بأي طريقة. Yes. وده بيشمل الأشخاص اللي بيتعرضون للاتجار زي ما سمعنا دلوقتي، الاتجار بالناحية الإباحية. نعم. وهم كثيرون الذين يستخدمون هذه الأمور الكثيرة. العبودية ما زالت موجودة في هذا العالم، لم تنتهي العبودية. نعم. ففي عندنا مركز جالوب للدراسات. Yes. سنة 2016 قال إن قارة آسيا هي بتتصدر العالم كله في العبودية، ولا سيما في البلاد اللي احنا هنذكرها قدام حضراتكم. فبيقول إن كوريا الشمالية نسبة العبودية فيها 4.3%، وتليها على طول أوزبكستان ونسبة العبودية فيها 3.9%. تليها كمبوديا العبودية 1.9%، والهند 1.4%، وللأسف الشديد بتأتي دولة عربية وهي قطر ونسبة العبودية فيها 1.3%. هذا الكلام مش من عندي، لكن جبته من مركز جالوب،
وللدراسات سنة 2016. أما باقي العالم وهو العالم الأوروبي والعالم الغربي ولا سيما في أمريكا وكندا وإستراليا، فإن نسبة العبودية بتتراوح ما بين 8 في الألف إلى حوالي 1 من 100. وهذه العبودية لما بنبصلها ربما نقول إن نسبة 8 في الألف نسبة قليلة. إيه يعني 8 في الألف؟ لكن لما نبص 8 في الألف على تعداد أو في تعداد السكان ككل، فمثلا أمريكا اللي تعدادها 320 مليون لما نضرب 8 من 1000 هتطلع نسبتها كبيرة، عدد العبودية فيها مازال موجود. مع أنها هي التي تناصر الحرية وتناصر الاستقلال. وفي نفس الوقت بالنسبة لأستراليا وهذه النسبة ما زالت موجودة فيها اللي هي 8 في الألف في المية، لكن هذه النسبة لما نضربها في عدد سكان استراليا اللي هو أباوت 22 أو 24 مليون أيضا بتطلع نسبة موجودة في هذه البلاد. فالعبودية العادية ما زالت موجودة. فالإنسان بطبيعته يحب التملك ويحب أن يسيطر، والإنسان يريد أن يكون له شأن وباع وأن يجلس سيدا، يحس نفسه أنه هو قاعد سيد العبيد. وإحنا نتذكر ما قيل عن إبراهيم أنه خرج من أرضه ومن عشيرته ومن بيت أبيه، رغم أنه ما كانش عنده عبيد، لم يذكر الكتاب أنه عنده عبيد، لكن فجأة في أصحاح 14 من سفر التكوين لقينا أن عنده 318 عبد، فبدأ يقتني العبيد ويصبح هو سيد وحولهم إلى سكنة عسكرية، وقام بحملة ضد الغزاة الذين غزوا ممرة وأخذوا لوط منه. إذن إحنا بنجد أن هذه العبودية هي عبودية موجودة أصلا في العالم، ولكن قبل الطوفان يبدو أن كانت العبودية منتشرة، لكن لم يذكر الكتاب عنها شيء قبل الطوفان. لكن ذكرت في تكوين أصحاح 9 عندما قيل هذه الكلمات على ابن نوح وهو حام، قال له يا كنعان عبد العبيد. فذكر الكتاب أن في أيام نوح كان يوجد أيضا عبيد. هذه العبودية الإنسانية اللي موجودة متوفرة. لكن أنتقل إلى النقطة الثالثة لنترك المجال لحبيبنا، لأن العبودية الثانية الأخطر من هذه العبودية هي عبودية الخطية وعبودية إبليس. وأعتقد أن عبودية الخطية وعبودية إبليس سنتطرق إليها في مجال آخر غير ذلك. أشكرك جدا، يعني موضوع بإسهاب very very clear points. اوكي بقول بنحب نسمع من حضرتك ليش الرب تقلع قلبك انك خاصه هلا انك صار لك فتره بالمجلس بهيدا الوقت، يعني ليش تاخرت تقريبا حتى ابتديت بهيدا القانون؟ ليش تقريبا ما ابتديت فيه مثلا من اول ما كنت في مجلس الشيوخ من حوالي كم سنه؟ هل لانك كنت عم تجمع معلومات، عم تحاول تدرس الموضوع بطريقه قانونيه الى ما هنالك؟ فممكن نسمع قليلا حول هذا الامر. A very good point. Yes. Obviously, in politics, it's about having political currency. So you have to win favor of other parties in order to get your agenda across the line. Okay. Let me say it. Yeah. طبعاً بموضوع السياسي لو إنه بتأخر الواحد شوية بالنسبة للقوانين، بس بالنسبة لموضوع السياسي أحياناً بدك تحاول إنك تستقطب الأحزاب حولك تقدر تمشي القانون اللي أنت عم تدرسه وعم تسعى لتنفيذه. So over a period of 7 years, I'd worked with a lot of the other political parties on their agendas, and we were able to, in the 7th year, we were able to put forward an opportunity to run an inquiry into human trafficking, and we had the favour of those parties, given that we'd helped them over those years, and they agreed to that inquiry. طبعا كونه السيناتور بول يعني هو بالحزب المسيحي الديمقراطي، فهو والسيناتور فريد نايل كمان يعني اثنينهم موجودين في البرلمان، فأحيان كثير بيحاولوا يتعاونوا مع الأحزاب الأخرى طبعا على أساس مبدأ إنساني مسيحي إلى ما هنالك مفيد للبشرية. فتقريبا اكتسبوا يعني احترام الأحزاب، فلما جاء الوقت حتى ينفذوا قانونهم
حاليا زي ما تقول عملوا كل شيء، وطبعا وافقت الأحزاب على القوانين لأنه هم أصلا كانوا عم بيساعدوا الأحزاب الأخرى بقوانينهم اللي مقبولة مسيحيا وأخلاقيا وإنسانيا. نعم. So we were able to get that inquiry established, and then I was able to travel to America through California, New York, Washington, to investigate what was happening in the area of human trafficking in the US. Okay. So طبعا سافر السناتور بول على امريكا وزار عدة ولايات، واشنطن، كاليفورنيا وغيرها وغيرها، حتى يجمع معلومات من جهة امر العبودية الانسانية، لانه في عبودية متنوعة، يعني الانسان عم يظلم خيو الانسان او الانسان الاخر بطرق متنوعة. طبعا So we were able to gather that evidence of what was happening in a global picture and bring that back to Australia with the human trafficking inquiry. At the finalisation of that inquiry, we had 34 recommendations, and we then went to the Parliamentary Council and said, we want laws that embraces the 34 recommendations of that report. أوكي. وطبعا لما رجع على أستراليا قدم بعض التقارير للجان الخاصة المختصة، وتقريبا أخذ حوالي 34 recommendation. How do you say it in Arabic? يعني توصية تنويه بشأن موضوع العبودية، وطلب طبعا أنه يكون في دراسة وأكشن كمان، موقف أنه يكون من نحو هذا الموضوع، لأنه طبعا هذا موضوع فيه ظلم كبير والناس أحيانا كثير مش داري فيه. نعم. Yes please. So the Parliamentary Council drafted a bill to introduce into Parliament, mm-hmm. and we were able to embrace those 34 recommendations mm-hmm. and bring the bill through the House in all its stages. Okay. So you already managed to convince the other parties easily? In the upper house. In the upper house. Yes, okay. We had the numbers in the upper house, which is very important in politics that you have the numbers. Okay. So we had the numbers in the upper house, and then a real privilege is I had the Premier of New South Wales sponsor my bill in the lower house, and that was quite a privilege. Very good. وطبعا لما وصل للمرحلة انه اعد كل شيء تقريبا، عرض القانون على مجلس الشيوخ، وعم بيقول انه طبعا الرائع انه عندهم العدد، يعني مجلس الشيوخ تقريبا عندهم عدد كافي يصوت من جهة هذا القانون، لأنه البريمير اللي هي رئيسة وزراء الولاية كمان أيضا تبنت القانون وقبلت أن تنزله على مجلس العموم، على الهاوس أوف ريبريزنتيف اللي هو مجلس العموم تبع الولاية. Okay. Do you like to add anything? Then you have. Well, and then they tried to change it a bit to make it probably less effective than it could be. So we negotiated those. Opportunities, and of course after negotiating that, they came back to the upper house. Those change, the minor changes, were able to agree with some of those changes, and then we sent it to the governor for assenting, and so therefore it virtually becomes an act. اوكي سو يعني خليني اسالك سؤال، يعني حضرتك لما ناقشوك انك تكون عم تعيد النظر في بعض النقاط في القانون حتى يصير شوية أقل فاعلية، هل وافقت على الموضوع أو أصريت أنه يبقى القانون هو كامل متكامل؟ No, that's where the balance of power came in helpful. We were able to hold our ground on most of the changes and say no. But we did agree on about 3, I think, out of 37, which were lesser changes that didn't take away the effectiveness of the bill. Okay. طبعا أحبائي للتوضيح، لما عرض القانون على مجلس العموم بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ قانون العبودية في العصر الحديث، طبعا هو القانون في حوالي 37 مادة، حاولوا أنه يعيدوا النظر بمجلس العموم أنه ياريت تغير، تخفف، تلطف بعض النقاط في القانون، لكن بما أنه معهم العدد في مجلس الشيوخ كافي أنه يقدر يقول لا، لم يوافقوا على تخفيف أو تلطيف الأمور، فبقي كل شيء على حاله، لكن غيروا حوالي 3 مواد من قلب المواد الـ 37، لكن ما بتعطي تأثير قوي على التغييرات، فبقي القانون قانون قوي وسينفذ، وصوتوا عليه بمجلس الشيوخ وأيضا بمجلس العموم. Thank you so much. May the Lord bless you. دكتور ميشيل، طبعا نحن بدنا نحاول يعني ندخل عربي إنجليزي، وأنا بس لي ملحوظة بسيطة. تفضل. والسيناتور بول قالينا على ان في 37 ايتمز موجودين او بنود. نعم. موجودين في القانون. نعم. لكن ما قالناش الديتيلز
Yes. What are the details of this bell? 37 نقطة ممكن نفصل الحلقة أو حتى ولو 2 points only. Okay, very good point. Yeah, yep. Very good point only. Well, anyway, we cannot say the 37 points, but at least, you know, we get a major point. Yes. Yeah. I'll be very quick. So the bill in its entirety really does a few key strategic things. One was the implementation of an anti-slavery commissioner. Mm. The second point was that the bill maker established that it's a victim-centered approach in terms of assessing the perpetrators and the victims. Mm. The third part basically installed penalties across those people doing the wrong things in terms of companies that are using slavery to probably make a profit. So say it again, please, because you know I was trying to concentrate on some issues here. Yeah. Okay, so the first point was an anti-slavery commissioner. Okay. So that would be a person like a police commissioner. Yes. That has the power to have their finger on the pulse in New South Wales. Okay. And contribute to the Australian anti-slavery movement. Okay, as well. Let me explain it, because otherwise we might miss a few points. Yep. اول نقطة بالقانون انه يعين كوميشنر يعين مفوض عام يكون له السلطان الكافي يقدر يحط اصابعه على كل الاجراءات والقوانين اللي هي بتتعامل بالامور العبودية يعني والظلم والمظالم اللي عم تكون موجودة على الارض في في في, في البلد او ربما حتى مع البلاد الاخرى. Yes. The second point, it was a victim-centered approach. In previous times, if a victim was being found to be a product of slavery, the law authorities wouldn't necessarily take that person and look after them as a person first. So, you know, maybe give them some food, maybe dress them correctly, put some clothes on them, make them warm, make them comfortable, make them safe. And so the part of the bill basically just looks after the victim and make them first, not last in the process of law. Okay. وفيما هم طبعا ينفذون القوانين إذا اكتشفوا في بعض الأشخاص ضحايا العبودية والظلم وغيره. طبعا بيتعاملوا مع الشخص المظلوم بسرعة. أول priority, أول شيء مهم عندهم إنه يتعاملوا مع الشخص الضحية ويساعدوه من جهة أكل شرب إسعافات وغيره. Yes. The third point was just about penalties for companies that were, you know, making a lot of money on the back of the slaveries or slavery like practices, that they would be penalized if they were found to deliberately be avoiding laws that actually stop them from involving their company in slavery or slavery-like practices. Okay, بس خليني أنا أسأل سؤال حتى قبل ما ترجم. ربما شركات تورطت في الموضوع. هل بتعطوهم فترة يصلحوا أمرهم قبل ما يعلقوا بالقوانين؟ That's correct. Yeah. Everyone was worried that we were going to come down on every business about slavery or slavery-like practices, but you've correctly identified that the way to deal with it is to actually help everyone identify if there's slavery in their supply lines, and if there is, fix it and be honest about it, rather than try and be deceptive and continue the practice. If you're trying to be deceptive and continue the practice, trying to make money off the back of vulnerable or exploitation, the law will come after you. Okay. النقطة الثالثة طبعا أحبائي هو أنه بيتعاملوا أو بيحاولوا يلاحقوا الشركات التي عم يعني تعمل أرباح كثيرة على ظهر أو على أكتاف المظلومين بالطريقة يعني اللي هو فيها استعباد. فسألت أنا للسناتور أنه طب ممكن شركات تكون متورطة وعرفت أنه صار في قانون، هل بتعطوها فرصة تقدر تمشي حالة وتصلح ولا حالا العقوبة بتوقع عليها؟ قال لا، نحن بنعطي فرصة لإصلاح الأمور ومراجعة الأمور، وبعدين إذا بقي في حالة الخداع والمراوغة حيوقع عليهم عقوبات فعلا يعني مادية جدا جدا، وممكن حتى يصير في سجن لبعض المدراء. كما أنا يعني حكيت معك من كم يوم لما كنا سوا، قلت لي أنه ممكن أنه يسجن المدراء اللي عم يعملوا أحيان هيدي الأمور ومش عم بيصلحوا أمور العبودية بطريقة يعني سرية. حضرتك أنه ممكن يعني يسجن، يعني بدل ما يدفعوا عقوبة مالية ممكن يصير في سجن للمدراء وأصحاب الشركات؟
Yeah, it's first of all, it's 10,000 penalty units, which equates to about $1.1 million. And of course, if the person obviously is trying to be deceptive to get away from those truth in reporting and get away with that behaviour, they could be sent to jail and have to pay the fine. So there is penalties for those people that are trying to beat the system instead of help eradicating modern day slavery. Okay. الموضوع كله أحبائي إنه ممكن إذا المدراء وأصحاب الشركات بقوا يراغوا ويراغوا وإذا وجد أنهم فعلا يعني عم يتصرفوا غلط بيسجنوا وأيضاً بيدفعوا الغرامة. الغرامة طبعا في البداية 10,000 دولار غرامة، لكن طبعا ممكن تزيد بعدين بحسب الأمور على الأرض يعني. أوكي، maybe منحاول يمكن نتعالج بالمواضيع الأخرى بعد شوية حتى نعطي فرصة للدكتور ميشيل. آمين. دكتور ميشيل، طبعا كنت عم تحكي حضرتك عن جوانب متنوعة. أنا حابب أنا أتكلم قليلا عن جوانب الظلم البشري قبل ما ندخل في العبودية الشيطانية للإنسان. في كتير مظالم، يعني نحن من البدايات شفنا الإنسان استعبده. حضرتك قلت لنا أنه لما إبراهيم، حتى إبراهيم المؤمن كان عنده غلمان، طبعا هو ما كانش ظلمهم، كانوا أكيد مرتاحين وفرحانين. ما نعرف لا، أنا بعرف أنه مؤمن، إبراهيم المؤمن رجل إيمان، نعم، والإنسان المؤمن عنده إنصاف. حضرتك عندك رأيك الآخر، تفضل. أنا أعتقد أن العبودية هي العبودية. نعم. بمعنى أني لو عملت العبد أحسن معاملة، نعم، فهو سيبقى عبد كما هو. نعم. ولو عملت أسوأ معاملة فهو لابد أن يبقى كما هو عبد. نعم. لكن هذه المعاملة بترجع إلى السيد نفسه، إن كان سيد قاسي ظالم أو سيد محب ولطيف. إن كان سيد مؤمن كما حضرتك أشرت عن إبراهيم، أو إذا كان سيد له السلطة على العبيد أن يفعل بهم كما يشاء. وقد ضرب الرب يسوع المسيح مثل عندما قال قائد المئة، وأنا عندي جند، أقول لهذا اذهب فيذهب، لهذا ائتي فيأتي، لهذا اذهب فيذهب. فهذه هي سلطة السيد. لا يستطيع أحد أن يحكم السيد إلا شيء واحد فقط، ضمير نمرة واحد، نمرة اثنين، وإن كان في البداية إيمانه نمرة اثنين، ضميره وإيمانه. ولذلك طلب الرسول بولس من الأسياد اللي عندهم عبيد أن يتعاملوا مع العبيد معاملة مسيحية، معاملة تليق بكونهم أنهم أولاد لله. وده اللي المفروض يعمله السيد. لكن السيد له الحق، طالما وضع إيده على العبد ووضع إيده على زوجة العبد ووضع إيده على أولاد العبد، فله الحق أن يفعل بهم كما يشاء، له الحق أن يطلقهم، وله الحق أن يستمر في عبوديتهم. ولكن هذا القانون اللي موجود في الكتاب لا يلزم العبد، لكنه العبد ليس ملتزم به إلا إذا نفذه بناء على ضميره وبناء على شخصيته. قصدك السيد، مش السيد العبد. عفوا. نعم. إن السيد لا غير ملزم بأن يفعل هذا. سمعت أنا دلوقتي إن ممكن حضرتك السيد أو الشركات اللي بتستعبد الناس إنها تدفع غرامة. نعم. أو إنها تسجن أو أنها تعاقب، والقانون يعاقبه. لكن دعني أسأل هذا السؤال، وهو ما هي النسبة المحتملة لعقاب العبد؟ أعيد السؤال مرة تاني، ما هي النسبة ما هي النسبة المحتملة لعقاب السيد؟ الشيء الوحيد اللي بيخلينا نطمن، إذا ما تنفذش القوانين على الأرض، في قانون سماوي الله رح ينفذه يوما ما. احنا لم ندخل في القوانين السماوية حتى الآن. نعم. لأن القوانين السماوية أعلى. نعم. والعلم حضرتك أن القوانين السماوية لم تبيح العبودية. نعم. بس عشان أوصلها للمستمع للمشاهد الكريم، أن القوانين القوانين الإلهية، نعم، والناموس كله لم يصدر منه إشارة واحدة إلى أن الإنسان يصبح عبد لإنسان آخر. لكن الإنسان هو الذي تسلط برأيه وبإرادته
وبحسب فكره وبحسب إمكانياته. في البداية ما كانش فيه عبودية، كان الإنسان الرجل بيطلع يصيد ويرجع في الآخر في فترة يبقى فترة استجمام أو فترة راحة، ومراته وأولاده هم اللي بيقوموا بشؤون البيت. لما ابتدى يزرع ويحتاج عمالة فكر في الاستغلال حتى وصلنا إلى هذه الدرجة. هناك شركات تستغل الإنسان، واخد بال حضرتك، بتعطيه أقل ما يمكن من الأجر وربما لا تعطيه إطلاقا، وده من حقها لأنه هو رضي أنه هو يستعبد. يعني مثلا سليمان كان عنده 3000 واحد من السخرة، من عفوا 30 ألف من السخرة، كان بيبعتهم شهر يسافروا برا يشتغلوا ويجيبوا أخشاب وشهرين يريحهم حتى يبنوا الهيكل وأخذ الهيكل بناءه حوالي 7 سنوات 7 سنوات. نعم. وكان عنده حوالي 150 ألف من العمالة هم عبيد. وكان يطلق على العاملين تحت يد الملك أنهم عبيد. وفي مصر كان يطلق على الجاريات كان يطلق عليهم جاريات القصر، فهن ملك للقصر لا يستطيع أحد أن يلمسهن أو يعطيهن حريتهن. وفي العراق وفي بلاد العرب وجدنا هذه العبودية. حتى إني يعني في الزمان الماضي كان هناك ثورة يقال عنها أنها ثورة العبيد وثورة. So if I could add a couple of those points. Sorry. Obviously, in before he forgets. Yeah. Thank you. You know me very well. You know that the Bible talks about don't muzzle the ox while it's treading the mill. Yes. You know, and basically it's saying, don't take shortcuts. Pay your people what they're worth. Yeah. And Jesus said it. You know, pay a fair day's pay for a fair day's work. The second point is, unfortunately, man's heart is deceitfully wicked. No man knows it. That's what the word says. Yeah. So you can't rely on masters doing the right thing because they want to profit on the back of those slavery to get rich or because they're greedy. So they're two very important points that God hates. You know, dishonest scales or dishonest weights. Yes. And you will not find favor with God when you're being dishonest, but you will find favor with him when you honor the weights or honor the values that God put in place. I hope that I can remember everything. Well, there's scripture, Pastor John, so they should come a little easy. Okay. Senator Paul عم بيقول انه بالكتاب المقدس في العهد القديم والجديد حتى بيقول انه لا تكن ثورا دارسا. يعني الرب طبعا القديس بولس كان عم يتكلم فيها، بيقول انه لعل الله تهمه الثيران، انما يقول ذلك مطلقا من اجلنا. فالفكره وين؟ انه الله بيحب العدل حتى مع البهيمه، والصديق يراعي نفس بهيمته. هلا الانسان بطبيعته بحب الاستعباد، بحب الاستفاده، والانسان ما بيعرف قلبه، الانسان لا يعرف شر قلبه، فبحب بسبب الطمع بحب يستغل وياخذ ويزداد ويعني ينمو اكثر في الارباح. Would you like to add anything before we keep going? I have a call. I have a call. Outside call first. No, you're good. You're good. Okay. Thank you. All right. عندنا مكالمة معنا جون، أخ جون من سيدني. أخ جون، أهلا وسهلا بحضرتك، الرب يباركك. تفضل أخي الحبيب. مرحبا حضرتك جون، الرب يباركك يبارك البرنامج. ويباركك. أشكرك لأجل الاتصال. شكرا جزيلا للفرصة والوقت جون، يا رجل الله المبارك. أولا أحب أرحب بضيفك الكريم MLC بول جرين، وأريد أن أقول له الرب يبارك خدمتك. أنا متأكد أن الله اختاره في هذا الوقت والمكان المناسب ليؤدي خدمة معينة مكلف بها من قبل الرب يسوع. يس صحيح. وأحب أرحب بضيفك الكريم الدكتور ميشيل عوضس، وأكيد رجل الله المبارك. شو ربي باكك. بتحب تعلي تعليق جون؟ نعم تفضل. تعليقي الحقيقة أنه الموضوع جدا مهم، ويمكن في بعض الأشخاص سواء من المشاهدين أو بالمطلق العام لا يدركون أهمية وضرورة هذا الموضوع. وفي أشخاص كثيرين يتصورون أن عصر العبودية قد انتهى، لكن كما نرى ونسمع في الأخبار أن العبودية ما زالت مستمرة وموجودة. حتى العبودية الجسدية هناك
شركات تعمل في دول معينة، وهذه حقائق معروفة في الإعلام العالمي في هذا الوقت. مثلا في دول الخليج يسلمون جوازات سفرهم لسنوات، ممنوعين من السفر، ممنوعين من الاتصال بأهاليهم، ممنوعين من الاتصال بسفارات بلدانهم إلى أن تكمل المشاريع أو الأعمال الذين هم مقيمون فيها. يس صحيح. يس هناك نوع من العبودية المالية حاليا منتشرة جدا في مع الأسف في الغرب والشرق، لكن هذا الشطر يخص البلدان الغربية التي هي مع الأسف تسمى المتقدمة. يربطون أشخاص كثيرين متعهدين بتعهدات طويلة الأمد وبفرض غرامات جائرة جدا إذا أخلوا باتفاقياتهم لأي سبب من الأسباب، وهذه قد تؤدي إلى كوارث مادية لأشخاص وتشرد عوائل. يس يس. يعني الإنسان يعني أخ جون، الإنسان حتى فيما هو يقيم العدل ويدبر شؤونه بين السطور بيبقى تقريبا على طول ممكن يظلم، ممكن يظلم، وفي غالبية الأحزاب مثل ما تفضلت حضرتك قبل شوية، الله يعرف قلب الإنسان، الإنسان لا يعرف قلبه، الإنسان شرير ونجس في قلبه بذات الأمور. هناك عبودية روحية من الضلالات التي تدعي التعبد لله أو أديان معينة، يعني سكت أند كول اللي هم يستغلون مشاعر الناس بطريقة ويستغلوهم روحيا ويخلوهم ويجعلونهم عبيد بطريقة أو بأخرى لسنوات. yes 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 أمين أمين. أشكرك جدا. طبعا في يعني كل يوم يطلعنا خبر، من كم فترة كنت عم بسمع خبر إنه في أشخاص يعني بيعملوا القباحات بالأولاد وطالبين عم بيطالبوا بحقوقهم، يعني ده نعم سيد جون، هذا يعني ده أمر شيء غريب. الحركات المثلية وغيرها فتحت الباب لكثير من الناس الغير أسوياء روحيا ولا نفسيا ولا جسديا ليطالبوا بحقوقهم. وإذا الناس تتصفح صفحات الإنترنت أو الفيسبوك الآن، بدأ الأصوات تتعالى وتطالب بما يسمونه بين هلالين حقوقهم، وهذه مصيبة المصائب. yes 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 okay. أشكرك جدا أخ جون. Let me say it in English in a quick way. I've read the other day a special comment about some people who are pedophiles. They would like to be justified. They'd like, you know, to practice their desires lawfully. You know, the government has to recognize them, and this is something very strange. Where do we stop? يعني خليني أقول أنا ترجمت أحكي بالإنجليزي مع السيناتور بول، إنه في ناس كتير حاليا، مش كتير ما بعرف قديش عددهم، بيفتعلوا القباحات بالأولاد، بيحبوا الأولاد الصغار، فعم بيطالبوا بحقوقهم إنه يكون لهم حق شرعي مثله مثل باقي الناس. yes please. I think the definition of different relationships now is changing. We've yeah. seen that with same-sex marriage and other yeah. Issues. The comment about having sex at different ages or sexual relationships between different ages, my understanding is that's called intergenerational sex, which then takes away the age barrier. My bill basically criminalizes forced underage marriage in New South Wales. So no family can give away their child to an adult person because they choose to. They will be criminalised because that child has a right to live in freedom and to be all God that God's designed them to be, to grow up to be with their God-given gifts and talents. Allow me just to. طبعا الموضوع هو أنه بما أنه فتح الباب لإعادة تسمية الزواج بين رجل وامرأة، والآن الباب انفتح ما في تحديد معين للزواج، ممكن كتير ناس كتير تطالب بأشياء غريبة، لكن القانون اللي عم يحكي عنه بالقانون اللي نزل بولاية نيو ساوس ويلز بالمجلس الشيوخ ومجلس العموم وافقوا عليه، أنه أي عائلة بتعطي أولادها تحت السن القانوني تعطيه يعني حتى يفتعلوا فيهم قباحات وأمور جنسية يحاكمون، وأيضا طبعا تكون العقوبة صارمة جدا جدا. The second part in the bill that deals with children is there's 800 million people across the earth that are making less than a dollar. 800 million? Yes, making less than $1.90 a day. And many of those people are trying to lift themselves out of poverty. And those people that exploit them can see those people and then literally are able to put forward a job that pays better, looks like it pays better, and then steal them away into trafficking. So, but those 800 million people are just trying to get
you know, a decent life and live out of poverty. Yes. عم بيقول السيناتور بول انه في حوالي 800 مليون شخص في العالم طبعا يعيشون في فقر مدقع. يعني فقر كبير جدا. عم يشتغلوا تقريبا بقيمة حوالي دولار و90 سنس, يعني أقل من دولارين بالنهار حتى يقدروا يعيشوا. طبعا الشركات أو الناس اللي أرباب العمل الطماعين بيحاولوا يعملوا دعايات حلوة للوظائف والأشغال, ولما الناس بتجي ممكن يخطفوهم ويظلموهم ويحطوهم تحت عبودية قاسية جدا لتنفيذ الأشغال وطبعا لأجل الأرباح الطائلة. The important reason for those stats is that human traffickers see that opportunity to get those people, steal them away to do either sex trafficking or labor, forced labor hire, and put them in a situation. One of the things my bill does is that actually addresses the cyber sex trafficking of children, because in those countries like Asia, where we know there's 30 million people of that 45.8 million people that are involved in slavery. 45? Yeah, 45.8 million involved in slavery from 2006. In Asia? This is globally. Globally. Out of that, 30 million is in Asia Pacific, and of course a lot of those families will sell their child to do acts on the internet, and we see that even lots of people in Australia are paying as little as $40 to watch those children act sexually. And so my bill goes to actually criminalize or deal with those people and shut that area down from pedophiles and people that are sadly trying to get some sort of gratification out of children being sexualized. شيء يا احبائي بيكسر القلب. عم بيقول السيناتور بول حاليا في حوالي 45 مليون فاصل 8 بالعالم, حوالي 30 مليون موجودين بآسيا, وفي عائلات كثيرة عم تبيع اولادها او بتعمل اشياء خاصة على الانترنت حتى تعمل ترويج للامور الجنسية اللي عم بيقول بيفتعلوا فيها بالاولاد. وحتى للاسف في ناس من استراليا هون بيدفعوا $40 حتى يشاهدوا هالمشاهد هيدي الصعبة. يعني أمر بيكسر القلب إنك أنت تيجي تظلم الأطفال, لأن الولد والطفل بريء جدا جدا. الظلم الكبير مش مقبول, فكان بالحال يظلم الطفل. طيب أوكي, let me just converse with Dr. Michelle. Yes, I was just going to say, John, thank you for your question. Bless you so much. Bless you so much. Dr. Michelle, طبعا ما بعرف إذا بتحب تضيف نقطة معينة حول الأمور, وبنرجع ندخل على نقاط خاصة, لأن أنا حابب أسألك كم سؤال عن أمور أخرى. هو كانت العبودية في الماضي. نعم. العبودية في الماضي كان ان السيد ينزل يشتري العبد. نعم. وطالما اشتراه ودفع تمهير. يس يس. طالما السيد اشتراه ودفع ثمنه اصبح ملك ليه. يس. لكن في العصر الحديث ما عندناش اسواق اسمها اسواق النخاسة. يعني ما عندناش سوق سوق العبيد. في عبيد سوق النخاسة او سوق العبيد. للاسف في محلات شفتها بالانترنت خفيه وموجوده. موجوده هذه المحلات وممكن هو يروح يشتري. لكن في الماضي ما كانش كده. كانت مكشوف. في الماضي كان مكشوف. ويمكن ده اللي حصل لما حصل في العراق في الامور الصعبه او اللي حصلت في العراق. كانوا بيحاولوا ياخدوا الناس بكده ويبيعوها. لكن الشيء المؤسف ليه في العصر الحديث ان ما كانش فيه سوق, وهو سوق النخاسة او سوق العبيد. الناس باعت نفسها بانفسها. يعني تلقى واحد او واحدة راح سلم نفسه للسيد وقال له اشتريني, فانا مستعد ان انا اشتغل عندك هذه الشغلانة. فاصبحت العبودية هي عبودية نابعة من القلب. الحاجة التانية ان الفقر المدقع زي ما سمعنا دلوقتي, ان الفقر في الدول ولا سيما الدول الفقيرة اللي هي زي ما حضرتك قلت ان الستاندرد بتاعها اليومي اقل من $2, دول الناس مضطرة انها تعيش. فبيعمل ايه؟ يبيع بنته عندها 8 سنين او 10 سنين لواحد مقتدر يمكن يكون سنه 80, زي ما بنشوف ان 80-70 يعني, والاهل بيبقوا مبسوطين لما بياخدوا اموال علشان يعيشوا بيها. فاصبحت العبودية النهاردة هي بمحض ارادة الانسان نفسه. فهو بيحط نفسه من اجل الحاجة, من اجل احتياجه الشخصي اللي هو عاوز
عاوز يعيش فيه يعيش فيه. فبالتالي أصبحت هذه العبودية في الوقت الحالي لها مسميات مسميات. عبودية مثلا من أجل التجارة بالعبيد، عبودية من أجل التجارة بالجنس، عبودية من أجل التجارة في توزيع المخدرات في العالم. اتوزعت العبودية والناس رضيت بهذه العبودية، لأن المال زي ما قال عليه الرسول بولس سيد، إنه أصل لكل الشرور وسيد قاسي جدا. وإذا وضع الإنسان نفسه تحت تصرف المال وتحت سيطرة المال، فممكن أن يبيع لا بنته ولا ابنه ولا زوجته، لكنه ممكن أن يبيع نفسه عبدا للمال. وهذا ما يفعله الناس في هذه الأيام. وأنا أتمنى أن هذه القوانين اللي بنتكلم عنها، وسيناتور بول مشكورا لأنه thank you بالنسبة للقانون اللي هو عمله وبيطلعه، ونتمنى أنه هو يطلع علشان يحفظ حتى على الأقل شرعية الإنسان وكرامة الإنسان ووضع الإنسان. لكن نتمنى أن هذا القانون يلاقي صدى عند الكثيرين حتى أنهم يلتزموا به، فلا يكون القانون ورق فقط، لكنه يكون قانون ملزم ومنفذ على كل الأطراف. نقطة حضرتك قلت ذكرتها وهي الظلم. الظلم دي حاجة عامة عند الإنسان، وحتى الكتاب سابها في هذا العصر حاجة مطلقة، فقال في سفر الرؤيا أصحاح 22 من يظلم فليظلم. فأصبح النهاردة الظلم على الجميع، فما عندوش مانع أنه يسترق الفتيات ويسترق الناس من أجل مصالحه الشخصية. هو مش قصده الكتاب أنه من يظلم فليظلم بمعنى أنه الرب فاتح الباب، لا 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 مش كده، قصده أنه يا ويلك اللي عم تظلم. ما مظبوط، أنت ماشي بظلمك، يعني أنت ماشي في الظلم خلي بالك. يس. يعني عاوز يقول له خلي بالك من الظلم. يس. لأنك أنت بتظلم بس مفكرها أنها مفتوحة. بس هتدفع. لكن في يوم من الأيام يس. ستقف أمام ذاك اللي حضرتك قلت عليه أن فوق العالية عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. فالعالي يلاحظ كل شيء ويعرف من هو الظالم. كم كثيرين من الناس في هذه الأيام يبكون بلا 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 صوت، بل دموع تنهمر من أعينهم فقط، وهم ينادون من ينقذني من ينقذني، وأين الحكومات وأين المسؤولين وأين الولاة أمام المافيا التي اخترقت العالم في هذه الأيام، وصارت مافية أسياد مسيطرة على العبيد بل مسيطرة على هذا العالم كله. أين هذا القانون؟ احنا نحتاج إلى هذا القانون، في حاجة إلى أن القانون يضبط الكل. ده بالنسبة للوضع العادي اللي احنا عايشين فيه، لكن مش هتطرق إلى العبيد الروحيين بعدين. بعد قليل. ذكرتني دكتور ميشيل بالمظالم، وهيك حط روح القدس على قلبي هذا الموضوع. موجود أحبائي بسفر الجامعة الإصحاح الرابع وآية رقم 1. طبعا سليمان كان عم يتكلم بفكر إنساني هون، كإنسان كيف عم بفكر، والروح القدس سمح بتدوين هذه الأفكار حتى يقول للناس أنتوا لما عم تفكروا بهي الطريقة فالأمر مش جديد. يعني سليمان نفسه كان عم يتساءل وعم يتعجب من المظالم الموجودة على الأرض. وأنا بحب أيضا أقول لأحبائنا اللي ربما عم يقدروا يسمعونا، العبيد المستعبدين المظلومين اللي قادرين يمكن يشوفوا الشاشات ويسمعوا، عم بيقول سليمان الحكيم: ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهو ذا دموع المظلومين. المظلومين عم يبكوا ولا معز لهم، ومن يد ظالميهم قهر، وما حدش عم بيساعدهم. أما هم فلا معز لهم. ساعتها سليمان بيقول: فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد، وخير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. هذا كان فكره سليمان، أنه شو هالعمل الرديء، شو هالحالي، لكن في أمل، في إله عم بيشوف. أنا عارف أنه يمكن البعض وصلوا لمرحلة صعبة جدا جدا من الألم،
لكن صلي إلى الله، قل له يا رب ارحمني، يا رب افتح لي الأبواب، يا رب قطع قيودي من هالظالمين الذين يحيطون بي، وصدقني الله بيتدخل، حتى الظلم اللي أنت وقع فيه سيتحول فيما بعد لخيرك، لأنك رح تصرخ إلى الله ورح تتعرف على الله من خلال الألم الذي دخلت فيه. الله مش هو اللي دخلك طبعا، لكن الإنسان ظالم والشرير ورا الناس وانت دخلت في هذه المعمعة، لكن صلي حتى الرب يقطع قيودك ويحررك، وبتعرف من هو الذي يحررك؟ الرب يسوع المسيح قادر يحررك أرضيا وقادر يحررك روحيا، بعدما نسمع بعد قليل. سيناتور بول، would you like to add anything؟ بتحب تضيف أشياء أخرى بعد قبل ما نتكلم على نقاط أخرى؟ لأن أنا حابب أتكلم عن كيف تستطيع، كيف يمكن أن يعني تقدر أستراليا تحاول أن تنفذ القانون مع الشركات الخارجية وتطبق هالأمور كلها؟ كيف النظرة اللي ممكن تشوفها حضرتك أو اللي حضرتك فكرت فيها؟ Yes. Yes. I'll just show that. Yes. There's a global slavery index. This is the 2018 report, and yes. This has just come out, and that's a global snapshot of the slavery issues across the globe. يعني هذا الكتاب طبعا مجموعة عم تتكلم فيها عن موضوع العبودية العالمية. يعني هذا موضوع عالمي، مش موضوع موجود في بلد معين. ظلم الإنسان في كل مكان. Yes. So that is actually working on a global scale to eradicate modern day slavery. Mm. My bill is an initiative to try and get other states to follow that bill. Mm-hmm. The federal government has done something a little less impacting at this point of time. We would like them to put forward an anti-slavery commissioner for Australia, mm-hmm. Because as illustrated earlier, 30 million people are enslaved in Asia Pacific region. Mm. So if we can just play a part, and we've all got different parts we can play. Mm. My part is the bill. It's now passed. It may go into other states. It'll have an impact federally, mm. and of course, federally will have an impact globally. Mm. I mean, let me say it just in Arabic. أحبائي طبعاً أنا سألت السؤال حتى إنه كيف ممكن تطبق هالأمور والقوانين تنفذ، وخاصة إنه ولاية نيو ساوث ويلز هي ولاية من عدة ولايات في أستراليا. فكان عم بيقول إنه أنا القانون اللي نزل بمجلس الشيوخ ومجلس العموم ونجح، يرجو السيناتور بول إنه أيضاً يصير في كل أستراليا. وأستراليا ساعتها على مستوى عالمي تتحرك، هو عمل دوره، وطبعا نتوقع انه شوي شوي تتوسع رقعة المسؤولية حتى تضبط التنفيذ كمان ايضا. Yes please. So the issue would be the UN, the United Nations have a plan, the mm. Pope has a plan. Mm. We see that the great historian did they say that they already are working on that? Or? Yeah, the sustainable goals, 8.7 of the United Nations. They've got they have a hope to eradicate modern slavery, mm. human trafficking, mm. By 2030. Mm. So the globe is focusing on this issue, mm. on the exploited people, those people that can't help themselves. We're mm. the one with the knowledge, mm. the power, mm. the influence, the money. We need to go and rescue these people because mm. they can't rescue themselves. Yes. Okay. سألت السؤال عن موضوع التنفيذ. طبعا عم بيقول انه الامم المتحدة عم تحاول تعمل دراسات، وايضا البابا نفسه عم بيحاول انه يتدخل في الموضوع. فالموضوع ان شاء الله بنعمة الرب، ومع انه انا شخصيا بشك انه يكون في عدل كامل على الارض قبل مجيء المسيح. So 2030 you said? 2030. وعم بيقول السيناتور انه ممكن كتير بنعمة الرب انه خلال 2030 سنة 2030 تقريبا يقدروا يعني ينتصروا على المظالم والعبودية والهيومن ترافيكينج، اللي هو طبعا تجارة الأجساد وتجارة البشر. فمنصلي بس إن شاء الله أنه تزبط. بيكون الرب إجا. Hopefully that you know it works by 2030. But I have a big doubt because no one will fulfill the justice, the ultimate justice, but Christ only. Mm. And that's a fair point. Yes. But at the end of the day, yes. I think we're called out of Isaiah 61,
you know, to go and help the brokenhearted, set the captives free. Yes. Our responsibility is do what we can. Yes, yes, yes. طبعا انه مسؤوليتنا عم بيقول السناتور بول انه نحن مثل ما بيقول الكتاب المقدس الرب يسوع في نبوءه عنه قالها اشعياء النبي باشعياء 61 انه هو جاي حتى يعني يحرر النفوس ويجبر المنكسرين ويعني يعطي جمال عوض عن الرماد, يطلق المأسورين في الحرية. فهذا الدور اللي جاي يعمله المسيح, بس نحن عنا دور نقدر على الأقل على حدودنا نعمل ما نستطيع أن نعمله. Thank you so much. دكتور ميشيل, بدنا نتكلم قليلا عن العبودية الروحية, لأنه العبودية الشيطانية هي نبع يعني هي خلف الموضوع. لو قدرنا خلينا الناس كلهم يصيروا مؤمنين يبقى انتهى الموضوع مش عاوزين البيل. طيب بس فيني اسألك سؤال قبل ما ندخل بالتفاصيل هاي, لأنه أنا حسيت أنه ممكن اللي عم يسمعنا يقول لحظة شوية, ما الكتاب المقدس كتب في العهد القديم عن العبودية والعهد الجديد كتب عن العبودية, فليش الرب لم يقل امنعوا العبودية من جذورها بدل ما يحاول يعالج القوانين المحيطة بها؟ ممكن نحن نتكلم قليلا وبعدين ندخل على التفاصيل. الله خلق الإنسان حر. نعم. كما يقولون لقد خلقنا الله أحرارا. نعم. وأعطى الإنسان حرية التصرف في كل شيء. نعم. لم نسمع في أثناء وجود آدم وحواء في الجنة أن آدم استعبد حواء. نقطة حلوة هاي. ما حصلش, بل بالعكس هي كان ليها رأي في كل شيء. حتى في سقوط آدم كان ليها رأي. لكن بعد أن سقط الإنسان في الخطية وانخدع من إبليس أصبح بيميل إلى الاستعباد, فهنا ظهرت العبودية من هذه النقطة. فلو لم تدخل الخطية لما دخلت العبودية, والسبب لأن العبد يريد أن يكون سيد. فلما دخلت الخطية أصبح الإنسان عبد, فقيل عنه أن من يفعل الخطية هو عبد للخطية. فإذا أراد آدم أن يشعر نفسه بأنه حر عاد فاستعبد أخيه الإنسان. وهذه هي النقطة الجوهرية اللي موجودة, وكأن في نقص عند الإنسان وهي نقص السيادة. لم يستطع أنه يسود إلا على غيره, فاستخدم أشياء كثيرة للعبودية. استخدم القوة الجسدية, استخدم الحرب, استخدم الأسرة, استخدم الفقراء, استخدم المعوزين, استخدم المال اللي عنده علشان يشتري عبيد, والسبب لأنه هو أصلاً عبد. فبالتالي هذا العبد يريد أن يكون سيد, لكن حتى وإن كان يريد أن يكون سيدا على نفسه لكنه سيظل عبد مستعبد للخطية إلى أن يأتي سيد الأسياد الذي يستطيع أن يحرره من الخطية. فمتى تحرر من الخطية لم يكن بعد عبد سيدا للآخرين, بل وضع نفسه تحت إمرة السيد الأكبر وأصبح هو عبد لذاك المحرر العظيم. هذه نقطة فعالة في هذه الحياة. فإذا النقطة بس حتى للتوضيح, فإذا أنا شخصيا بحسب العهد القديم كان لما بيفتقر شخص, نعم, بحسب شريعة موسى, yeah, لما يفتقر شخص بيروح بيقول لشخص آخر اشتريني قبلني أني اشتغل عندك 6 سنين, وطبعا في السابعة يحرره. Yeah. الشريعة كأنها عم تضمن حق العبد كموظف بالشكل العام. هي لم تعطيه العبد بالمفهوم الذي نحن نفهمه. نعم. كلمة عبد أصلا في الترجمة الأساسية معناها أنه يخدم عند آخر أو يشتغل عند آخر. وأنا لما أقول على المؤمن أو الرسول بولس, رسول بطرس وخلافه, لما يقول بولس عبد يسوع المسيح, يعني مش معناها أنه مستعبد ليسوع المسيح, لكن خادم ليسوع. نعم. وهذا أعظم تقدير عمله الله لموسى. نعم. عندما قال له موسى عبدي قد مات, أو عبدي موسى, فده تقدير إلهي لينا إن إحنا بنعبد الرب. yeah. ونحن نعبده بكل حرية ونعبده أيضا بكل تواضع وإخلاص. yeah. فالعبد العبراني بعد 6 سنين ويقول له سيده أنت حر, يقول له لا أحب سيدي. وهكذا نحن أيضا نقول نحب سيدنا. فالعبودية الإنسانية الموجودة عند الإنسان
لا تساوي شيء. وأكررها تاني، العبودية الإنسانية لا تساوي شيء أمام عبودية الخطية. يس. فالخطية أقسى من يعني الإنسان. يعني ظلم الشيطان كسيد أكبر بكتير وبما لا يقاس من ظلم السيد الأرضي. نعم نعم، هذا حقيقي. حتى إن الكتاب قال على الساحر عليم في أعمال 13، قال له يا عبد إبليس أنت راجل إبليس. يا عبد إبليس، فهو عبد للشيطان. عبد الناس اللي موجودين حضرتك قريتهم في يوحنا 8 قالوا نحن أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد. إحنا ذرية إبراهيم وإحنا أحرار وإحنا لينا الحرية وإحنا لينا السيادة وعندنا الناموس وعندنا القوانين. لكن الرب قال لهم من يعمل الخطية عبد للخطية، أنتم عبيد. عبودية الخطية عبودية قاسية جدا. تخيل أنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء. ربما في سادة قلبهم يحن على الإنسان ويشفق على الإنسان ويعطف على الإنسان، لكن الخطية لا ترحم، الخطية لا تشفق، الخطية تسقط ولا تقوم، الخطية تدمع ولا تمسح، الخطية تدمي القلب ولا تجاوز ولا تعالج، الخطية تكسر القلب ولا تجبره. هذه هي الخطية بمفهومها الأساسي. هذه هي العبودية الحقيقية. لكن عبودية الإنسان للإنسان أمرها سهل بالقوانين، والرب يبارك هذه القوانين ويبارك سيناتور بولي اللي هو يعني بيعملها والمساعدين ليه. لكن إحنا نتمنى أن لكل واحد في هذا العالم أن يرفع نظره إلى المخلص فينال الحرية الروحية. جمالية الموضوع أنه الرب لما رتب بالشريعة حفظ حقوق العبد. نعم. أو الأجير، خلينا نقول الأجير، الأجير. الرائع فيها أنه قال له بيخدم عندك 6 سنوات ويخرج السبع وبيطلق حرا في السنة السابعة. بس شو قال له؟ قال له بس ما بتتركه، ما بترسله فارغ، لا بتحمله بأمواله ببركات حتى يقدر يكمل رحلة حياته. مظبوط. فإذن هنا نرى أن الشريعة لم توضع كما لو أن الله يريد، ليس 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 سيفي على الرقاب، ليس، لا، أنه الله نفسه لا يريد ولم يرضى بالموضوع بالعبودية، بس هو لم يكن يخاطب الموضوع إلا من جانب معالجة وضع العبد حتى يرحم. تمام. نعم. هو نعم. هو إن كان الله يرضى بالعبودية، نعم، كان رضي للإنسان أن يبقى في الخطية عبد. نعم. لكنه أصلا ديانات رائعة، أصلا لا يرضى بالعبودية. الله قانونه كده، أنت حر، افعل ما شئت، من كل شجر الجنة تأكل. اداله الحرية والاختيار وتركه أمام ضميره لكي ما يفعل ما يمليه عليه. يس. يس. هي دي النقط الحساسة في الموضوع. لربما البعض يظن أن الناموس جاء والشريعة جاءت والوصايا في العهد القديم جاءت لكي ما تحرر العبيد اللي الله حطهم عبيد. حاشا. نعم. إطلاقا. ده الشريعة جاءت لتحرر الإنسان من الخطية حتى لا يستعبد أخيه الإنسان. يعني عالجت الأمر في الجذور. في جذور. أشكرك جدا. أشكرك جدا. Sorry we took too long up just because we had to explain the issue. Otherwise very, very good. Otherwise some people might misunderstand it spiritually. Yes. طيب بتحب تضيف أي نقطة معينة حول الأفكار اللي قلناها قبل ما ندخل ببعض الجوانب بالقانون بتاع حضرتك؟ Well, I think what the good doctor was talking about, I think Jesus summed it up in two commandments. Yeah. The great command. Yes. And that is love the Lord your God. That's that way. And then love your neighbor. And when you love your neighbor, you don't exploit them. You don't oppress them. Yes. You release them into being all they can be. And so people out there can take real confidence today that the laws of God supersede what happened here on earth. We may outwork our lives here, but there's a great hope in Christ that says, hey, that goes across the race, across ethnicity, across our communities, that when the slave and the master are believers,
Christ say, you're one on the same plane. Yes. And you need to respect each other. Yes. And I think that's really rich of how what the Apostle Paul writes a lot about that in the New Testament when it comes to communion. Yes. He says, you are not greater, you are not lesser. Communion puts you at the same plane to acknowledge God through Christ and the love for each other. Yeah. What you've said is great, but you put me in trouble now. I wouldn't remember everything. No, that's two commandments, love God, love people, and then we wouldn't have slavery, as the good doctor that's, said. That's a good point. طبعا عم قل له انه الكلام رائع جدا بس طولت علي ممكن انسى بعض الاشياء بالترجمه بس ان شاء الله ما انسى. سيناتور بول عم بيقول نقاط رائعه جدا. قال طبعا الامور تختصر بوصيتين بحسب الكتاب المقدس. الرب يسوع المسيح شو قال؟ عبارات رائعة جدا. قال الوصية الأولى بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. والثاني تحب قريبك، أي الإنسان، مش قريبي يعني ابن عمي وخيئة، لا، قريبي الإنسان، وتحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. إذا نحن بنعرف نحب الله بالطريقة الصحيحة ونحب الإنسان، أخي الإنسان في الإنسانية، مش ممكن أظلمه، رح ساعده ورح أرفعه ورح هو يساعدني ونساعد بعضنا البعض ونعيش حياة الأخوة والتساوي والمحبة والاهتمامات الواحدة. ساعتها مثل ما منشوف أنه كيف الرب قال بالإيمان المسيحي أنه جميعكم أخوة، حتى لما بنعمل خدمة المناولة الكوميونيون يعني كلنا بتلاقينا متساوين، ما في لا عبد ولا في حر، كلنا سوا متساوين بنظر الرب، وفي الأبدية كلنا إخوة. إن طبعا إن إذا قبلنا الرب يسوع مخلص شخصي لحياتنا وبالإيمان قبلناه إنه هو فادينا وهو الذي حررنا من عبودية الخطية. Would you like to just to say something about the bondage of sin؟ في ممكن تحكي عن عبودية الخطية وكيف إنه المسيح الفادي جاء لكي يحررنا من سلطان الخطية ومن سلطان إبليس ويعتقنا أو يحررنا ونطلق في الحرية. Well, Jesus, as you know, died on the cross to liberate us. So he took all the sin on the cross, and that's why he paid for the price of sin. That is the liberation, yes. And that's why the cross and the resurrection is so important to the Christian faith, is that at that point, he paid the price for everybody's sin. It doesn't matter what you've done, sin. And the doctor talked a bit about sin earlier. The sin is setting your journey away from God's journey for your life. And that's pretty important. It's not always terrible sin. It's about you saying, I want to live life my way, and I will pay the price for that. Jesus says, I invite you to come into my kingdom. I paid the price. You lay down your life. You serve me, which is loving God, loving others, and ask for forgiveness of your sin. You know, Pastor John, there are people in prison that are probably more believers in prison that are more free than the people outside prison that are in prison to themselves because of their sin. أشكرك جدا. طبعا السيناتور بول عم بيقول انه الحريه الحقيقيه هي الحريه التي حققها لنا الرب يسوع المسيح اذ جاء من السماء، وطبعا اخذ جسد بشري من العذراء مريم وقدم نفسه جسده البشري ذبيحه عن كل واحد منا حتى نتمتع بالحريه المطلقه الحقيقيه. لأن الإنجيل بيقولنا إن حرركم المسيح الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. وطبعا ناس كتير رفضوا هذه الدعوة، لكن الرب يسوع بيقول لك تعال حتى تكون في مملكتي، في ملكوت الله، فتكون حرا. لأن كثيرين بيقول السيناتور بول كتار في السجون صاروا مؤمنين وتحرروا مع أنهم في السجون، لكن كثيرون في الخارج هم عبيد للخطية مع أنهم أحرار ظاهريا. فالرب يساعدنا أنه نقبل دعوة المسيح للحرية الحقيقية في الرب يسوع. Now, in terms of practicing this law, من جهة إنك تنفذ القانون, especially outside Australia, من جهة إنك كيف تقدر تنفذ القانون خارج البلد مع الشركات التي عندها مثلاً slavery, عندها عبودية. كيف عبيد وعم تستعبد الناس وأستراليا عم تشتري البضاعات, البضاعة, المواد, شو ممكن يصير بهالحالة هاي؟ So the Australian Federal Parliament has put that companies that work globally who earn over $100 million need to report about what they're doing about their supply lines. If there's slavery in their supply lines, they need to do a report. Okay. In New South Wales, that threshold is $50 million. So they have to report
if they've got earning $50 million a year or more, they need to also put a statement. So it can be one and the same statement, because they may be reporting in UK or in Europe or in Australia. So one report, but it tells us whether they're doing the right thing in terms of slavery and slavery-like practices. Okay, let me just explain it, because I need to be very precise in this area. I'm trying to be very helpful. Yes, but thank you so much. You really are very helpful in this area. بالنسبة لتطبيق القوانين قوانين العبودية الولاية هون ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا حددت أنه كل شركة الشركات إذا بتبيع فوق الخمسين مليون لازم تقدم تقرير عن البضائع اللي بتجيبها أنه ما فيهاش رائحة الظلم والاستعباد مظالم عم تظلم الناس وعم تشغلهم وتسخير عم تسخرهم يعني بأثمان يعني بخيسة فهيدي الشركة اللي موجودة بالولاية الشركات بالنسبة للقانون الفيدرالي لازم تكون الشركة فوق المئة مليون وبتقدم تقرير فممكن يقدموا التقرير لبريطانيا لأستراليا للدول تقرير واحد بس المهم يكونوا أبرياء من تسخير الناس من ظلم الناس مش يستغلوهم كتير ويشغلوهم كتير وما يعطوهم إلا يعني زي ما تقول أقل مما يعني يستحقون بكثير Yes please So the total human trafficking trade is worth about $150 billion. That's how much the trade makes a year. Mm. $150 worldwide, billion. Globally. Yeah. That's what it's worth to the traffickers. Right. So we need to put incentives in to track their trade, so to speak. Mm. So there are companies or financial regulators like AUSTRAC that can follow money laundering. And so they can also be held account by watching their funds and how they work their funds throughout in terms of money laundering. So AUSTRAC or FINTRAC in over in Canada, they watch money laundering and they're able to track whether that's drugs, armament or human trafficking. Mm. So companies are being tracked as well when they can see behaviors that are consistent with human trafficking. Mm, okay. مثل ما في طبعا في عندنا نحن باستراليا مؤسسة حكومية بتقدر تراقب تبييض الأموال. يعني بيقدروا يراقبوا من خلال الأجهزة الأمنية وطرق البنوك وغيرها إذا في موضوع أنه تهريب الأموال لأجل المخدرات لأجل أمور أخرى متنوعة لأجل حتى الأمور الجنسية واستعباد الناس لكن أيضا بيقدروا يراقبوا أنه كيف ممكن الشركات نفسها عم تتعامل مع بضائعها وفيها رائحة العبودية استعباد الناس فهذا الشيء بيقدر يعني الدولة هون مثلا عندها مؤسسات كندا عندها مؤسسات أوروبا most of European countries have got you know this track this kind. I'd imagine there would be tracking in other European countries غالبية الدول الأوروبية أيضا عندها أجهزة خاصة تراقب تبييض الأموال وغيره okay Would you like to add anything about it before we have to start concluding. Yep. Would you like to add anything that we have missed out? Well, I would say this, is that if we want to eradicate modern day slavery, believers and people of goodwill need to start within themselves. Mm-hmm. Make sure if you're running a business, run it ethically, do the right thing, pay your workers, pay them well, and that is a good start. The bill that we did in New South Wales is because some people don't follow our God and don't feel that they need our rules. Mm. So then you make laws to make sure that everyone is doing the right thing by people. Yeah. But genuinely, we call on people out there to do the right thing by the people you've got in your business, your employees. Be a good boss, be faithful, pay them what's right, what they're due, and look after them. And you'll find you'll probably have a better business. And more importantly, your business name will go well before you. آمين. طبعا سألت السيناتور بول أنه بتحب تعلق تعليق خاص معين قال أنه أنا بناشد الأحباء اللي بيخافوا ربنا والمؤمنين بالرب وعندهم مخافة الرب أنه طبعا يكونوا هم عادلين أيضا مع موظفينهم مع عمالهم وينطلقوا من نفوسهم أولا لأنه القوانين وضعت للناس اللي ما بيخافوا الله يعني أنت لما بتحط قانون ده بيحمي
بيمسك او بي يعني بيضبط الشخص اللي ما بخاف الله، بس الشخص اللي عنده ضمير هو تلقائيا بيعيش بحسب ضميره. اوكي ثانك يو سو ماتش ليت مي فينيش. ايضا دكتور ميشيل، مش عارف اذا كان فينا نعالج بعض النقاط الهامه بعد بس اذا بتحب تضيف نقطه معينه انا عبرت عليها ونسينا نعلي عليها. انا عبرت على اني الله في حكمته الالهيه نعم وضع العالم كله في نظره ليس من يعمل صلاح ليس له ولا واحد نعم. لكن هؤلاء قسمهم إلى قسمين إنه في سادة وفي عبيد والسادة والعبيد محتاجين إلى نعمة الله. لما نعمة الله تخلص السادة يصبحوا عبيد ولما نعمة الله تخلص العبيد يصبحوا سادة. قانون يمكن يكون غريب شوية لكن هو ده الواقع نعم. بمعنى أن السادة عندما يتحرر من خطاياهم ويصبح ملكا لله يصبح عبيد لله والعبيد عندما يتحرر من الخطية ويعيش في حياة روحية مع الله يصبح سادة أنفسهم yes. لأن اللي مالوش سلطان على نفسه كأنه مدينة منهدمة بلا سور والسادة والعبيد الاثنين موجودين. خلينا بقى ننتقل الى المجتمع الروحي yes. السادة والعبيد هما الاثنين عايشين في مجتمع روحي yes. وكل واحد لابد ان ينظر الى الاخر بنظرة اخرى فالسيد هينظر الى العبيد بانه سيد والعبد سينظر الى نفسه بانه ما زال عبد لم تعمل معه شيء الحرية الروحية عشان كده الكتاب عالج الاثنين مع بعض ونشوف عليكم ازاي. في كولوسي أصحاح 4 yeah. عدد 1 أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الظلم. هاي من 2000 سنة عم بيقول الرب نعم ده الرب اللي بيقول الكتاب المقدس عم بيقولها من 2000 سنة من 2000 سنة ونحن بعدنا عم نصارع لغاية اليوم بالضبط كده. والسيناتور بول عمال يكتب وجاب لنا البامفلت دي والكتاب بتاعه لكن من 2000 سنة نعم رأى الله بأن هناك ظلم yes. من السادة إلى العبيد yes. فقال أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. فهم أصبحوا عبيد yes. السادة هنا أصبحوا عبيد وتساووا مع العبيد اللي هم بيستعبدوهم فلذلك يقدموا لهم العدل والمساواة. أنتقل إلى شاهد آخر في تيموثاوس الأولى أصحاح 6 جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام. يعني العبد مش يقول أنا تخلصت وأنا بشتغل عند سيد مؤمن يبقى أضحك عليه وأنا أستهتر به وأقول يعني هو مش هياخد باله مني وإنه هو يعني هيعمل لي معاملة حسنة. لكن على العبد المؤمن الذي يعمل عند هيئة فيها سادة أن يحترم أولئك السادة. والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهين بهم لأنهم إخوة. فإذن العبيد والسادة أصبحوا إخوة. أصبحوا إخوة. هؤلاء الإخوة يجب أن يعيشوا في حياة عالية. ننظر إلى مثل آخر في فيليمون. فيليمون وهو يكتب بولس إلى فيليمون هذه الرسالة يقول له هذه الكلمات إنه إنك تقبله ليس عبد لكنه أخ لي. ما تقبلوش كعبد يقول لا كعبد عدد 16 لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد لأنه أصبح حر في المسيح بل أفضل من عبد أخا محبوبا ولا سيما إلي فكان بالحري إليك في الجسد والرب إيه. جميعا. لو كانت جميع الشركات اللي احنا بنحكي عليها النهاردة وهي شركات أوروبية معظمها أو غربية وفيها ناس مؤمنين كانوا التزموا بهذا القانون اللي موجود أعتقد كانت الأمور مشيت أفضل وأفضل وأفضل مما نحن فيه في هذه الأيام. لكن الشيء اللي يلفت نظرنا أخيرا أننا إحنا كلنا كمؤمنين كنا يوما من الأيام عبيد وبالتالي حط لنا الرسول بولس
أربع أشياء وأنا أختتم بها على ما يبدو أنها أربع أشياء وضعها الرسول بولس، نأخذها واحدة واحدة. في كورنثوس الثانية أصحاح ستة، كورنثوس الثانية ستة يقول هذه كورنثوس الأولى كورنثوس الأولى ستة يقول الرسول بولس: لأنكم قد أشتريتم بثمن، ده بيكلم المؤمنين، لأنكم قد أشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم. كنتوا عبيد بس ما تنسوش أنكم دلوقتي بقيت أحرار، والثمن هو دم المسيح، دم المسيح الذي دفع لأجلهم. نعم. لأنه هو نزل إلى الساحة ودفع الثمن. نعم. واشترانا من قبضة إبليس، وما كانش حد يقدر يشترينا إلا الرب يسوع المسيح. فقال اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأصحاح اللي بعديه كورنثوس الأولى 7:23: قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيد للناس. يعني ما تروحش تبيع نفسك للناس وتحط نفسك تحت عبودية الإنسان وتنسى بأن الله مسؤول عنك. ما تروحش تبيع بنتك علشان تعيش، ده بيكلم المؤمنين، بيقول له ما تروحش تبيع أهلك عشان تعيش، لكن تأكد إن الله هو كفيل بيك وهو دفع فيك هذا الثمن. أختم، أنا عارف إن الوقت بيجري بينا وحضرتك مش لا 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 لا. لكن إحنا لابد إن إحنا نوفي الموضوع حقه. لا لا، بس أنا عم أقول لك إنه المسيح إنه دفع وإن كان الموضوع لا يكفي هذه الساعة ونص القليلة، لأن أعتقد إن السيناتور بول عنده الكثير يقدر يضيفه إلينا، وحضرتك عندك الكثير أيضا. لكن الرسول بولس في أصحاح 5 من غلاطية 1: اثبتوا في الحرية، إن كان المسيح حررك فيبقى اثبت في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. أختم بهذه المقولة، 13 من غلاطية 5: فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. فرصة للجسد، يعني ما تعطيش لجسدك، يعني ما تديش لجسدك الحق يستعبدك مرة تانية. لكن انطلق في الحياة العالية، الحياة الروحية اللي تعرفك ان كان ممكن تكون عبد من العبيد اللي كنا بنتكلم عنهم النهاردة. صحيح. لكن نعمة الله خلصتك وحررتك وصيرتك حرصا. هللويا هللويا، مبارك اسم الرب. حقيقة نحن نشكر الرب أحبائي من كل قلوبنا لأجل النعمة اللي أخذناها بيسوع المسيح، حيث صرنا فعلا أحرار رافعين راسنا بيسوع المسيح الذي اشترانا، دفع ثمن، كل واحد منا ثمن خاص. لا يمكن أنه حدا يقدر يحرر نفسه ما لم يأتي المسيح ويموت لأجل كل واحد منا فوق صليب العار. احتمل العار، احتمل الألم والإهانات، وقبل الموت وهو رب الحياة، لكن انتصر على الموت وقام وحقق لنا الحرية. للأسف كثيرون لا يؤمنون بهذا الكلام، لكن بصلي من كل قلبي أنه الروح القدس ينير البصائر والضمائر ويقنع الكثيرين أنه في حرية في المسيح. ومكتوب بحسب يوحنا 8: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار وتعرفون الحق والحق يحرركم. سيناتور بول، what is the last comment before we conclude? Okay. Well, what I would say this: if people are feeling alone or rejected, you know, you can trust in Christ. Trust in Christ. Say a little prayer. Yeah. God, I need you. Come into my life. Help me. آمين. آخر نقطة عم بيقول السيناتور بول إنه أوثق في الرب. إذا كنت شاعر إنك وحيد، متألم، مظلوم، صلي للرب، أوثق بالرب، قل له يا رب أنا محتاج لي دعمك وأنا محتاج لي مساعدتك. سيناتور بول، حابب أسألك سؤال بالنسبة أنا عارف إنه السنة الجاية في انتخابات، لولاية نيو ساوث ويلز، وحضرتك بتكون خلصت 8 سنوات كشيخ، كسيناتور في مجلس الشيوخ. فبنعمة الرب إذا نجحت هتدخل أيضا 8 سنوات، بتصير سيناتور مرة تانية 8 سنوات، وإن شاء الله باسم المسيح. وأنا بصلي أنه أخوتنا وأخواتنا يذكروا السيناتور بول بالنسبة للانتخابات، أنه ينجح، لأن نحن محتاجين يكون في عنا ممثلين عندهم ضمير، عندهم ضمير وبيخافوا الله وبيحبوا الرب وبيحبوا الناس في الداخل، لأنه في ناس جوا في الداخل للأسف هم نفسهم أشرار، هم نفسهم جوا في الداخل في البرلمانات أشرار. فنحن محتاجين ناس يكونوا يخافوا الله ويعرفوا المسيح،
المسيح رب العدل ورب الرحمة والمحبة. So would you like to say anything to our audience before we conclude about this, if you don't mind? Well, March next year, Pastor John, I am up for re-election, and so for those people that are particular thinking about the state election in New South Wales, I do need your support. I'm a Christian in politics, and I love the Lord. He's been good to me, and I've been able to use that love from God and people in New South Wales. And the modern slavery bill is just one piece of law we've been able to do that with. But we'd love to be there beyond March, and I need over 200,000 votes to win my position again for another 8 years, to look after things that are important to people of goodwill and faith, things like scripture, like chaplaincy. I think now more than ever, people are feeling quite lost in this world, and they need to know about a loving God who created them for purpose that He's created them. We need to make sure that we're there to defend Christian values and religious values, because we're seeing that, sadly, those things are slowly slipping away from us, even in Australia. So we need to make sure we've got a right to share our faith, a right to practice our faith. And I think they're very important reasons why we should be considered for March 2019 in the state election. أشكرك جدا. طبعا أنا بدي اختصر اللي قاله لأنه قال إشي كتير طويلة, بس قال أنا إنسان مسيحي بحب الرب. أنا بدي أنزل على يعني اترشح مرة تانية على مجلس الشيوخ, وطبعا مجلس الشيوخ 8 سنوات, يعني أمر طويل لأنه في قوانين كتير عملناها وبدنا نتابع بعد في أمور معينة نعملها. مثلا موضوع التعليم الديني المسيحي في المدارس, الناس محتاجة تسمع في المدارس عن محبة الله, لأنه في قوانين كتير راح تشيل هالأشياء هيدي, وفي قوانين أخرى يعني طبعا مش راح ندخل بتفاصيلها. فأنا محتاج دعمكم, محتاج ل 200,000 صوت على الأقل حتى يرجع للمجلس مرة تاني. فنحن منصلي, الصلاة من أهم أمر, من أهم الأمور, وإذا بنقدر نساعد بطريقة أخرى أمين, فليكن اسم الرب مباركا. أنا طبعا بشكر الرب من أجل خدامنا السيناتور بول جرين, بشكرك جدا. الدكتور ميشيل عوض, بشكرك جدا. بشكر أخونا الحبيب اللي ترجم وساعد في الترجمة للسيناتور بول, اللي هو طبعا وراء الكواليس خادم الرب الأخ منير سعد. بشكر رب من أجلك أخ منير, الرب يباركك على كل أتعابك معنا. وأنا بذكر حضراتكم أنه محتاجين نتحرر بيسوع. مهما نكون مظلومين في هذا العالم, الرحلة ستنتهي, بس في رحلة أبدية خطيرة إن لم نتحرر من الشيطان ومن عقوبة خطايانا. عشان هيك قل له يا رب يسوع, حررني, قطع قيودي, أعطيني نعمة في عينيك, غسلني بالإيمان بدم ذبيحتك, لأنك مت على الصليب لأجلي وصرت الفادي الذي اشتراني من يد الشيطان ومن الخطية. فساعدني يا رب إني أعيش لشخصك, اتحرر بشخصك, املأني بروحك, واعطيني نعمة اتمتع بالحرية الحقيقية في شخصك. وصلي كل هذا باسم الآب والابن والروح القدس, الإله الواحد, الإله الواحد, له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة, إن تأنى المسيح في مجيئه. الرب معكم. ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيرا كبيرا في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي, حوارات وآراء هامة